تقارير صحفية كتيرة اتكلمت عن إمكانية مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية بشكله الجديد اللي هيضم 24 فريق وهتستضيف الصين أول نسخة منه، لكن الكلام ده ما خرجش الحقيقة من أي مصدر رسمي لحد دلوقتي. خلونا نعرف الكلام ده حقيقي ولا إشاعة مع ونطمن على المنتخب كمان وبدء المعسكر استعدادا للقاء غينيا يوم 5 يونيو. معانا الأستاذ أحمد عبد الباسط الناقد الرياضي، صباح الخير عليك. يا صباح الفل، برحب بيك يا بشمهندس، برحب بشاذلي وكل الساده. صباح الخير عليك. صباح الخير عليك يا احمد. يعني مدى صحه اللي انتشر في التقارير الصحفيه عن مشاركه الاهلي في كاس العالم بالشكل الجديد، صح ولا غلط؟ والله خليني اقول لك زي ما قلتي برضو ان الموضوع لسه لم يخرج في حيز الاطار الرسمي من الاتحاد الافريقي مثلا، من الاتحاد الدولي لكره القدم، لسه هو كلها كانت اجتهادات صحفيه مغربيه، ولكن كل ما يخرج عن الجانب المغربي بيبقى من الجانب المغربي، خصوصا في الحاجات اللي بتخص هذه الامر الفتره الاخيره بتبقى امور مؤكده او شبه مؤكده. لكن هل هو خرج بيه بيان رسمي او خرج بيه تصريح رسمي او تم ارسال منشور رسمي بيه او خطابات للاتحادات الاهليه؟ لم يحدث، يعني ما فيش اي معلومات حتى هذه اللحظه. يعني انا شايف ان الامور كلها ممكن تبقى صعبة شوية، خصوصا انه الامر بتاع انه الوداد خد البطولة، كل ريال مدريد خد البطولة بتاع دوري ابطال اوروبا، شبه الامور حسمت شوية. فلما يجي مثلا ان هو يلعب كاس العالم الاندية في وقت قريب، اعتقد انه صعب ان هو يلحق يلعب كاس عالم للاندية بالعدد ده في وقت ضيق ويبدأ يعمل ليها آلية محددة. شايف ان هو وارد ده يحصل الموسم اللي جاي او السنه اللي جايه، لكن انه يحصل دلوقتي يجمع عدد الفرق دي ويبقى 24 فريق بدل 7 وبعدين تتعمل في الصين، اعتقد هذا الامر بيحتاج لما جم يزودوا كاس العالم، لما جم يزودوا بطوله الامم او كاس الامم الافريقيه ويرفعوا الاعداد بتاعتها، ده كان امر مدروس وبيتعرض في الجمعيه العموميه للاتحاد الدولي او الاتحاد الافريقي، بيبقى قبلها بفتره لا تقل عن 6-7 شهور. يعني لما بنشوف ده بيحصل بيبقى قريب يعني، لكن انه كان طيب. في جمعيه عموميه في قطر من ايام وتم اتخاذ فيها بعض القرارات، لم يتخذ هذا القرار اطلاقا وما فيش جمعيات عموميه لحد فتره قريبه. هل ده بقى هيبقى ليه قرار استثنائي؟ ما اعتقدش ان ده يطلع الا بموافقه الجمعيه العموميه عامه. طيب. للاتحاد الدولي. كنت عايز اسالك من كلامك وانت بتقول ان اي حاجه بيقولها الاتحاد المغربي بتبقى يعني اقرب الى الحقيقه، ليه؟ يعني ايه السبب في ان الاتحاد المغربي هو اللي يجيب حاجات من الكواليس؟ بص، ده بيجيب حاجات من الكواليس لانه اصبح عناصر الخبره او عناصر المسؤوليه موجوده داخل مقر الاتحاد الافريقي وعلى مستوى الاتحاد الدولي، فبنلاقي فوزي لقجع، بنلاقي بعض الموظفين اصحاب المناصب المهمه موجوده. فبطبيعه الحال والامر يعني ببقى مثلا قريبين من مصادر صحفيه، مصادر اعلاميه داخل المغرب، فدايما تيجي تلاقي انه التقارير الصحفيه المغربيه ما بتقول حاجه في هذا الشان، بتبقى عن قرب من المصادر اللي هم اصحاب المسؤوليه او اصحاب المناصب داخل الاتحادين الدولي او الافريقي يعني. الاجنده الدوليه عامه زحمه قوي، بالذات ان في انعقاد كاس العالم في نوفمبر هيربك دوريات كثيره وارتباطات دوليه كتير. ممكن يكون الكلام عن السنه الجايه او السنه اللي بعد الجايه بكده نستنى البطوله اللي جايه؟ ده اللي انا اتوقعه لسبب بسيط، انه بسنت بطوله الامم بطوله افريقيا دائما للابطال او للانديه بتبدا من شهر 8 بتخلص في شهر 5، فانا شايف انه الاجنده بتاعت نوفمبر وفي كمان اجنده في سبتمبر للمنتخبات، ما اعتقدش ان في وقت علشان يعني يحشروا هذه البطوله بهذا الكم من ال 24 فريق في دوريات مزدحمه في كل العالم، ما اعتقدش ان ليها وقت السنه دي. فالطبيعي او المنطقي لو هيفكر يعملها السنه الجديده، خصوصا انه زي ما قلت لك كونفدراليه او دوري ابطال بتبدا في 8 بتخلص في 5، فيبدا يعملها في 23 لو فكروا ان هم يتخذوا هذا القرار. اعتقد كمان الاتحاد الدولي قدامنا 6 شهور على كاس العالم، مش هيبقى عنده وقت او مسؤوليه فاضيين ان هم يعملوا بطوله ثانيه موازيه لكاس العالم للمنتخبات، هتاخد منهم من وقتهم، هتاخد منهم من الرعايه، من التسويق، من الكلام ده كله. فمش هتبقى بطوله مرتبه ومنظمه، خصوصا ان هو ما اتحطش ليها اليه مثلا انه انا هاخد 7 انديه من اوروبا، على اي اساس هتاخد ال7 انديه من اوروبا؟ هاخد 3 من افريقيا على اي اساس؟ فهل هو اول وثاني؟ هل هو مثلا
اول وثاني هتحدد الثالث ازاي، هل هتدخل مبادئ جديده في اختيارات هذه الانديه. الامور مش بالسهوله ولا بالمرونه ان هو يحسم هذا القرار بين يوم وليله ويطبقها في 6 شهور، لازم تبقى قرار مدروس على المدى البعيد، مش هيتطبق على المدى القريب. عظيم. مش الصحافه المغربيه بس اللي بتجيب كواليس، احنا كمان عندنا احمد عبد الباسط بيجيب كواليس، فعايزين منك كواليس المنتخب. والله طيب لو على كواليس المنتخب اقدر اقول لك انه زي ما كنتوا بتتكلموا انه المنتخب في اتم الاستعداد لماتشين مهمين جدا، غينيا واثيوبيا. محمد صلاح ان شاء الله ممكن ينضم للمعسكر النهارده بالليل. كل الامور داخل معسكر منتخب مصر بتسير بشكل من التركيز، خصوصا ان هذا هو المعسكر الاول للكابتن ايهاب جلال مع اللاعبين، بداوا يتطبعوا على بعض. الكابتن ايهاب بيفرض شخصيته طبعا لانه في لعيبه كتير ما اتضربتش معاه من اللاعبين الموجودين على راسهم المحترفين يعني. لكن الجديه داخل معسكر منتخب مصر موجوده. خليني اقول لك انه كابتن ايهاب ضم عناصر جديده، في ناس شايفه انه بيستكمل وانا شايف انه ما بيستكمل ما بداه كيروش المدير الفني السابق للمنتخب المصري. لما نشوف احمد حمدي موجود لاعب مونتريال داخل القائمه، فده وجه جديد مهم انه يبقى موجود. لما بنشوفه بيعتمد على ابراهيم عادل اللي كان تم استدعاءه مره مع كيروش وما جاش تاني، لما بنشوف باقي اللعيبه الموجوده زي احمد عاطف اللي هو الراجل بيأدي في الدوري، فهو بيدي رساله. خلينا نقول انه لما اعلن عن قائمه المنتخب 44 لعيب في الاول، ده كان قوام وليس قائمه. يعني لما بيقول ان انا معايا 44 هو بيوصل قائمه رسالة مبدئيه. بالظبط، هو هذه القائمه المبدئيه. وخلينا اقول يعني انا متعمد استعمل اشاسلي لفظ قوام، لانه القائمه 44 هتبقى كتير جدا، فهو القوام ده بيقول للعيبه بتاعت الدوري انه الباب مفتوح، انه كلكم تحت العين. اللعيب اللي هيتصاب هجيب لعيب مكانه من داخل القائمه، الا استثناء وحيد حصل انه ضم كريم حافظ مكان احمد ابو الفتوح، خصوصا انه عمل حادثه يعني احمد، وبنطمن الجمهور عليه، هو عنده بعض الغرز في الراس يعني، فده سبب استبعاد احمد ابو الفتوح من معسكر منتخب مصر. وضم مكانه كريم حافظ. الناس بتتساءل، كريم ما كانش موجود في قائمه ال 44، انا برضه عايز اقول لهم ان كان في قائمه اعلى شويه وعددها 78 لاعب، كريم كان موجود في هذه القائمه. انه من ضمن ال 78 لاعب اللي هم قوام لمنتخب مصر، المنتخب عنده ماتش غينيا يوم 5، عنده اثيوبيا هنلعبها في ملاوي يوم 9، ماتشين مهمين في بدايه مرحله التصفيات المؤهله لكاس الامم الافريقيه السنه الجايه اللي هتلعب في كوتيفوار. طب احمد عايز اتكلم معاك لسه على التشكيله، شايف هيبقى في تغيير كبير قوي عن اللي كان بيعمله كيروش، وهل في مفاجآت في الاختيارات ولا بالنسبه لك كانت منطقيه؟ طيب هو بالنسبه للاختيارات الاول وبعدين ارد على التشكيل. الاختيارات انا شايف انه الاختيارات منطقيه لسببين. السبب الاول انه ما بعدش قوي عن الاختيارات بتاعه كيروش، هو طعم ببعض اللعيبه، بس لو جينا بصينا على هؤلاء اللاعبين يعني هنلاقي احمد حمدي كان كيروش كان بيبعت له استدعاءات او كان بيعلن اسمه في المحترفين ولكن لم يستدعيه. هنلاقي معظم اللعيبه عمر كمال هو اللي موجود برضو، مهند لاشين كان بيستدعى، فما فيش مفاجآت غير احمد عاطف، واحمد لم ينضج في الفتره اللي كان فيها كروش موجود النضج او التوهج اللي هو عليه حاليا. لكن باقي الاختيارات انا مش شايف ان ما فيش فيها اي مفاجآت. محمد ابراهيم كان الكل بينادي بانه محمد ابراهيم يكون موجود داخل منتخب مصر. محمد ابراهيم بيلعب مركز 10 اللي هو فيه قفشه وعبد الله السعيد على اكمل وجه، فالبعض كان بيقول ان هو لازم يبقى موجود. ابراهيم عادل لاعب بيراميدز، الطبيعي انه الولد بيقدم مستوى طيب فكان لازم يبقى موجود، فما عنديش اي مفاجآت في الاختيارات، بل بالعكس هي اختيارات منطقيه جدا، وهو بيوصل رساله اخرى ايضا انه جاي يبني على ما انتهى اليه كيروش المدير الفني السابق. بالنسبه للتشكيل خلينا اقول ان هو سؤال صعب دلوقتي لانه المنتخب لم ياخد اي مباراه، المنتخب ما لعبش حتى وديا او رسميا، جانب ان في اصابات داخل الفرقه، يعني لما نلاقي عبد المنعم موجود وهو مصاب، السوليه سليم تماما بس الاهلي رفض المجازفه في النهائي، فهل هيجازف بيه ايهاب جلال ولا لا؟ ولكن من انطباعاتي او من رؤيتي للمعسكر المنتخب والتدريبات اللي بتحصل لن يخرج التشكيل عما كان بيلعب بيه كروش، يعني خصوصا انه ممكن يلاقي مثلا عبد المنعم مصاب فيبقى موجود حجازي والونش، مش هيلعب كتير يا شاذلي في حته انه التشكيل يبقى فيه مثلا مفاجآت، او ان هو مثلا كان بيلعب باك يمين عمر جابر فبنلاقي حد ثاني عمر هيبقى موجود على اساس انه عمر كمال برضو لسه اصابه،
فهنا لو في حتى تغييرات في بعض المراكز ستكون تغييرات اضطرارية فقط لوجود إصابات، ولكن مش عشان الكابتن إيهاب جلال عايز يعملنا مفاجآت يعني في التشكيل. عظيم، على كل طبعا دي اختيارات كابتن إيهاب ولازم نحترمها، وكل التوفيق لكابتن إيهاب جلال ولمنتخبنا الوطني فيما هو قادم. شكرا جزيلا أحمد عبد الباسط الناقد الرياضي، شكرا جزيلا ليك.